وياه. مرات الشاش يكون قصير فتكون رجوله قصيره والحصان عريض او شمين خلينا نقول، فتصير رجوله على البطن بالضبط ما هي نازله على البطن، فيسهل عليه اعطاء اوامر الرجل سواء يجيب التحريك او عكس الرجوله الطويله تحس انها تحت بطن الحصان فيضطر يرفعها عشان يلبس بطن الحصان. لكن الفرسان الثابت الاوروبيين الطوال عاد يكون الراس مره طويل عشان يستطيع لمس بطن الحصان بدون ما يحرك جلده عنده، هذا سبب الميزه. لكن برضه ميزات عيوب الرجل القصيرة هو انه في الحالة هذه صح انه اقرب لبطن الحصان بس ما يستطيع يحركها واجد، اي مكان بيحركها فيه تستمر لامسه البطن يضطر يتحرك على برضه من داخل الرجل. فالطويلة ميزاتها انك تحركها على كيفك بس عيبها انها بعيدة عن البطن. القصيرة قريبة من البطن بس عيبها ان تحريكها محدود.